Ja, ich glaube, es wird interessant. سوف يكون لقاء رائع من وجهة نظري. الفريق البافاري بايرن ميونخ هو المرشح الأبرز. أنا لعبت بنفسي أمام النادي الأهلي في القاهرة وأعلم النادي الأهلي جيدا وأعلم أنه بطل أفريقيا وفريق قوي عظيم حاصد للألقاب. طيب شايف أن بايرن ميونخ هيدخل مواجهة النادي الأهلي بنفس تشكيلته الأساسية ولا قد يلجأ المدرب هانس فليك لإراحة بعض اللاعبين والدفع بعناصر جديدة لكونه يعني ضامن أنه هو المرشح الأول للوصول للمباراة النهائية والفوز بمونديال الأندية بالنسبة له هو بالنسبة لبايرن ميونخ؟ بكل تأكيد أعتقد أن هانز فليك سوف يقوم بإجراء بعض التغييرات في التشكيلة الرئيسية. أنا أرى أن نويا ثم مولا هم الكباتن الفريق، ولكني رأيت أن كيميش هو من يقود الفريق في المؤتمر الصحفي ككابتن، فأعتقد من وجهة نظري سوف لا يبدأ بمولر أو سوف لا يبدأ بنوير، فهذا من وجهة نظري هو التغيير الذي قد يطرأ على التشكيلة التي سيبدأ بها هانز فليك بالضبط، فأعتقد ذلك من وجهة نظري. طب هل تعتقد ان الازمه اللي يعني تسببت في تاخر وصول بعثه فريق بايرن ميونخ لارض المونديال والغضب اللي سيطر على مسؤوليه طبعا بعد الازمه دي ممكن يؤثر بشكل سلبي على تركيز واداء اللاعبين في مواجهه النادي الاهلي؟ لا اعتقد ذلك من وجهه نظري، رغم الغضب الذي عم الفريق وجهاز فني والاداره، ولكن من وجهة نظري لا يؤثر كل بشكل كبير على الأداء واللقاء المرتقب. الفريق البافاري يعلم جيدا كيف يستعد حتى ولو كان الوقت ضيق، كما رأيت في كيكر والصحافة الألمانية على سبيل المثال. الأهلي فريق قوي وقاموا بعرض ذلك قوة الفريق الأهلي، الفريق الأهلي بطل أفريقيا وتحدثوا عنه بشكل قوي وعرضوا بطولاته وإنجازاته، فلا أعتقد أنها قد تؤثر من وجهة نظري. طب كلمنا عن علاقتك بهانس فليك مدرب بايرن ميونخ الحالي، خصوصا وأنك لعبت معاه في البايرن عدة مواسم، وكمان رأيك في اللي حققه مع الفريق البافاري منذ توليه المسؤولية. هانس فليك صديقي، لعب بجواري في مع البايرن ميونخ عدة مواسم بالفعل، علاقتنا جيدة جدا، أعلم تماما كيف يفكر كيف يدير لقاءاته، ولكن في الفترة الأخيرة هو مشغول تماما مع الفريق البافاري، قد لا نتحدث بشكل مستمر. من وجهة نظري أنا أعلم تماما هو يريد تحقيق اللقب السداسية والرجوع ببطولة كأس العالم للأندية إلى ألمانيا، هذا هو طموحه مع الفريق كما فعل ذلك فريق الفريق الأسباني برشلونة وحقق السداسية، فأعتقد أنه سوف يطمح لذلك لتحقيق اللقب. من وجهة نظرك هل هو الأحق حاليا بتدريب المنتخب الألماني ولا مدرب ليفربول يورجن كلوب هو الأحق بأن هو يدرب المنتخب الألماني؟ من وجهة نظري في الوقت الحالي هو الأفضل لفريق البايرن ميونخ ليس للمنتخب الألماني، هو يعلم خفايا ويعلم جيدا تكنيكال والتاكتكس كلها. الفريق المنتخب الألماني مختلف تماما على عن فريق البايرن ميونخ، أعتقد ذلك أنه في هذا الوقت ليس هو الأفضل لإدارة الفريق المنتخب الألماني. طيب لو رجعنا لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ، بتتوقع أن تكون خطة هانز فليك مدرب بايرن ميونخ هجومية من البداية قدام الأهلي علشان يسجل أهداف ويقتل الماتش بدري من الناحية المعنوية لبطل أفريقيا، ولا بتتوقع تكون الخطة إزاي بداية المباراة؟ بالتأكيد وليس له علاقة بالتشكيلة، أنا أعتقد هدف هانز فليك مع لعيبة هو تحقيق الفوز، سوف يبدأ بكل قوة وبهجوم قوي لقتل المباراة مبكرا بالفعل.
طيب مين ابرز يعني من ابرز نجوم بايرن ميونخ اللي تتوقع ان هم يتالقوا في المشاركه الثانيه لبطل اوروبا في كاس العالم للانديه؟ مين الاسماء اللي شايف ان هي تتوقع هتتالق جدا في البطوله دي؟ نوير عندما يلعب فاعتقد هو الكابتن وهو ابرز النجوم، حارس المرمى توماس ميلر ايضا من الاسماء البارزه، يلعب براسي، لاعب قوي سريع، ليفاندوفسكي احسن لاعب في العالم واحسن مهاجم في الوقت الحالي من الاسماء البارزه، اعتقد سوف يلعبون بشكل قوي، هم ابرز الاسماء. طيب عايز اعرف توقعاتك بقى لنتيجه المواجهه دي بين الاهلي وبايرن ميونخ في نص النهائي لكاس العالم للانديه، توقعاتك النتيجه هتكون ازاي؟ هي مباراة سوف تكون رائعة. البايرن هو الأبرز، 3-1 من وجهة نظري للفريق البافاري، سوف يفوز بهذه النتيجة من وجهة نظري، أتوقع ذلك. 3-1 تمام. مين ترشح للوصول لنهائي كأس العالم للأندية في نسخته الحالية، خصوصا وإن في مباراة هتبدأ بعد قليل يعني بين بالميراس البرازيلي ومنافسه تيغريس أونال المكسيكي في نص النهائي؟ أعتقد من وجهة نظري بالميرس البرازيلي هو الفريق الأقوى المرشح الأبرز للوصول النهائي، لأننا هنا في أوروبا وفي ألمانيا نعلم جيدا مدى قوة الفرق البرازيلية ونسمع عنهم، على العكس من الفرق أمريكا الجنوبية كالفريق المكسيكي، فأعتقد بالميرس. لو كنت مدرب لبايرن ميونخ في الوقت الحالي، ايه التشكيل اللي تبدا بيه مباراه بايرن ميونخ والنادي الاهلي في المونديال؟ سؤال جميل. كل مباراه لها الطريقه الخاصه التي لادارتها، هي مباراة بالفعل قوية، أعتقد سوف أعطي بعض الراحة لبعض اللاعبين الأساسيين لإعطائهم الفرصة للتركيز أكبر وأعطائهم المساحة من بعض الراحة، ولكن التشكيلة صعب ذكرها الآن. طيب حضرتك في بداية الكلام كنت بتتكلم انك واجهت النادي الأهلي في القاهرة، عايزك تكلمني أكتر عن المباراة دي، حابة أعرف منك تفاصيل حول المشاركة قدام النادي الأهلي في القاهرة. كانت مباراة رائعة، كانت حدث خاص أن أنا ألعب في القاهرة. أنا كنت لا أعلم أن هناك في القاهرة استاد كبير ضخم مثل استاد القاهرة، وتفاجأت بالجمهور وبالتنظيم للمباراة في ذلك الوقت. كان حدث رائع، كايرو كنت أراه لأول مرة وكانت مباراة رائعة أيضا، أتذكر ذلك. بشكرك جدا مستر كلاوس نجم بايرن ميونخ السابق، شكرا جدا انك كنت معانا على شاشه قناه الاهلي، والحقيقه انه هيفضل حديثنا عن مباراه بايرن ميونخ والنادي الاهلي او النادي الاهلي وبايرن ميونخ طبعا بكره في كاس العالم للانديه. زي ما قلنا بنتمنى كل التوفيق للاعبتنا ونشوف اداء مشرف، وايا كانت النتيجه احنا راضيين ما دام الاداء رجولي زي ما تعودنا من رجاله النادي الاهلي، وكمان بنتمنى التوفيق ويكون المكسب للنادي الاهلي.